ليقضي حلو بالشتويه لما نحط كاسه الزهورات المسا ونقعد بنتسلى فيها. والخلطات، والخلطات انا كثير بحب خلط، بحط هيك على الصوبيا او هيك حضنا. شو اطيب الزهورات اللي بتحبي؟ هلا انا كثير بحب اليانسون بصراحه، يعني بيريح الاعصاب وبينيم. طيب. انا بحب والمليسه طيبه كمان. رح نحكي اليوم عن الكنز اللي بين ايدينا بكل بيت موجود، قد ايه بيساعدنا يمكن على حتى انه نحل كثير من المشاكل وحتى الامراض اللي بيعاني منها كثير من الاشخاص بطريقه طبيعيه وبطريقه بسيطه بعيدا عن الدواء. اليوم رح نحكي عن مرض السكري وكيف بنقدر نعالجه بطريقه طبيعيه بالاعشاب بالتفصيل مع الدكتور شادي الخطيب رئيس جمعيه الطب التكميلي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني يسعد لنا صباحك. بالبداية خلينا نحكي، مرض السكري هو من أخطر الأمراض، ويمكن هذا المرض يلي ما بيروح لا بسرعة وبده كل العمر ناخذ له دواء، كيف نحن فينا بالطب البديل أنه نحن شوية نخفف من الارتفاع وخاصة اللي بالمراحل المتقدمة جدا؟ أول شيء يسعد صباحكم. الحقيقة مرض السكري مرض منتشر، ونحن تصادف يعني خلال الشهر عالميا الاهتمام بمرض السكري والاهتمام بمرض السكري والتثقيف والتوعية للناس بأخطار السكري. الحقيقة هو عندنا نمطين من الإصابة بالسكر، بنسميها النمط السكري النمط الأول اللي هو معتمد على الأنسولين، واللي هو عادة بيكون مع بداية الحياة تكون في عندنا مشكلة بإنتاج الأنسولين بالجسم، والنمط الثاني اللي هو غير معتمد على الأنسولين واللي هو نتيجة سلوك غذائي نتيجة عوامل مختلفة. اليوم نحن ما يتعلق بالنمط الثاني اللي هو عم ينتشر نتيجة سوء استهلاكنا للسكريات، ولازم نعرف نحن انه السكريات اجمالا لما بتكون بسيطة وبشكل قابل للهضم بسرعة رح يكون يعني هي سبب اساسي مع الزمن بالإصابة بالسكري. يعني نحن اليوم في كثير ناس بتقلك انه انا محتاجة للسكر لحتى كفي فعالياتي الفيزيولوجية وهيك، ابدا طبعا. هذا الكلام ما هو صحيح. السكر بيجي من هضم كل الأطعمة، فنحن لما بناخذ بروتينات، لما بناخذ دسم، لما بناخذ سكريات، لازم ناخذ سكريات مثل الألياف اللي هي بتكون سكريات جزء منها غير قابل للهضم عند الإنسان، بتعطينا حاجتنا من السكر، بنفس الوقت نحن اليوم ما بنستفيد منها كزيادة بنسبة السكري المخزن بالجسم أو حتى فيما بعد مشاكل الوزن أو ما يتفرع عن هذه المشاكل. اليوم انتشار السكري من النمط الثاني كبير جدا. عم ينتشر نتيجة عاداتنا الغذائية الحقيقة بتعتمد بشكل كتير كبير على الأغذية المصنعة، الفاست فود، على النشا، النشويات كمان كتير مصدر مهم ل يعني زيادة نسبة السكر في الدم. لذلك نحن اليوم دائما بنقول في عنا ناس مشخص عندهم الإصابة بالسكري، ظهرت عندهم الأعراض أو شافوا بتحليل الدم، طبعا في تحليل، في بروتوكول للتحليل، تحليل صباحي كذا مره، تحليل هذا اللي بنسميه دم تحت السكر الصيامي، في عندنا تحليل دم بعد الطعام كمان لحتى نشوف قديش تحليل المخزون كمان، في عندنا تحليل المخزون اللي هو هيموجلوبين السكري كمان بيعطينا فكره قديش. في ناس ما تشخص عندهم المرض، بعدهم عم يشعروا ببعض الاعراض بس هن ما تشخص عندهم المرض، في عندهم يعني استعداد للاصابه فيه، هدول بسميهم بري بيشنت. هدول الاشخاص اللي هن بنشوفهم كثير، اللي هن عندهم زيادة بالوزن، عندهم مشاكل ضغط، عندهم مشاكل خليني أقول قلب، عندهم مشاكل ارتفاع كوليسترول شحوم، وترافقت مع زيادة نسبة السكر في الدم. لذلك هون نحن بنجي باتجاه العادات الغذائية. معظم اليوم خلينا نقول التدبيرات العلاجية إذا ما كان مرافق إلى عادات غذائية صحية وصحيحة ما رح نقدر نوصل لنتيجة نضبط السكر، لأنه اليوم السكر موجود بكل الأكلات اللي نحن عم ناخدها، وبالتالي نحن إذا اليوم ما ضبطنا سلوكنا الغذائي رح يكون في عنا مشكلة. الطب البديل شو بيقدم هون؟ حقيقة بيقدم هو مجموعة من الأعشاب اللي بتساعد من خلال الدراسات على ضبط نسبة السكر في الدم، على زيادة حساسية الخلايا. لأن نقول شغلة، ماذا يعني الشفاء؟ نحن كونه ما في إفراز، نحن عم نقول كونه في إفراز إنسولين، وبالتالي هذا بالنمط الثاني، فهذا الشخص قابل لأنه هو يتم شفاؤه. أما النمط الأول فهو بحاجة لنعطيه إنسولين بشكل حقن. النمط الثاني قابل للشفاء إذا كان تمت التعامل معه بطريقة صحيحة واستخدام الأدوية اللي تم وصفها من الطبيب في حال تم التشخيص، أو الاعتياد على حمية غذائية صحيحة في حال
كان الشخص غير مشخص عنده الإصابة. وفي كتير ناس اليوم عنا عم نلاقيهم مثلا بلشوا ينتبهوا من خلال الإعلام وهيك، بلشوا ينتبهوا على أغذيتهم، صاروا يسألوا. اليوم كل الأغذية موجود عليها الحمية أو ماذا تحتوي من كالوري، ماذا تحتوي من مركبات، هي نحن نسميها سابليمنت فود، اللي هي القيمة الغذائية الموجودة بكل منتج. وبالتالي نحن أي منتج بدنا ناخده بنعرف إذا فيه سكر كتير أو لا، وهذا الكلام كتير مهم إنه إحنا من خلاله نضبط حمياتنا الغذائية. رح نروح باتجاه الطب البديل أو الطب التكميلي حتى نعرف شو فيه أشياء داعمة. طب دكتور، بس بالبداية خلينا نعرف نحنا كل الأعشاب كيف بتناسب، كان النوع الأول من السكر، النوع الثاني من السكر. في كتير مقولات يمكن متداولة إنه العلاج بالأعشاب بيحتاج لفترة كتير طويلة أو فترة يمكن أطول من العلاج بالمركبات الكيميائية. شو ما شوف، شو هي الأعشاب اللي بتناسب كلنا؟ أولا بالنسبة للنمطين، الألياف الغذائية اللي موجودة بالشوفان وقشور القمح والبسيليوم، في نبات اسمه بزر خطونة أو البسيليوم، هي بتخدم الاثنين، بتساعدني على كونه هي ألياف وكونه هي مركبات الجسم ما بيستفيد منها، ولكن هي مهمة جدا. بتعمل الألياف الغذائية إلى دور مهم جدا، إنه أول شيء هي بتفوت على الجسم تعطي إحساس بالامتلاء. ثاني شيء إلى قدرة على امتصاص السكريات، وبالتالي بتساعدني على تخفيف كمية السكر اللي ممكن يتم امتصاصه بالجسم، عود امتصاصه والاستفادة منه. ثالث شيء هي بتقلل من الواردات الغذائية، نتيجة انه هي بتضبط الحمية الغذائية، واستخدامها مهم جدا. نحن هون عم نحكي عن تنوع كبير موجود عندنا بين ايدينا، يعني قشور شوفان متوفرة او شوفان الكامل، حتى يعني دائما احنا بنقول الكامل يعني لازم هو وقشره ما يكون مقشور، لحتى نستفيد من المركب اللي موجود، مثل ما نقول القمح الكامل، الشعير الكامل، هذا كلياته هو قشره مفيد جدا، او بناخذ القشور الحالة اللي هي عبارة عن الياف ممكن نستخدمها. فاذا داعمة للنمطين. الامر الثاني، في نبات بين ايدينا كثير مهم وسلس وسهل وطعمه مقبول جدا، الكزبرة. الكزبرة يعتبر من اهم النباتات الخافضة للسكر في العالم. تمام. الكزبرة الخضراء والكزبرة الناعمة وكل انواع الكزبرة فيها مركبات تساعد على تخفيض نسبة السكر حتى إذا كانت بالأكل مطبوخة. فيها مركب الإينولين. كيف؟ إذا كانت مطبوخة بالأكل بأي شكل من الأشكال نحن بنستهلك الكزبرة، فهي بتساعدنا نحن نحافظ على حصة يومية من الكزبرة. والهندبة، الهندبة كمان فيها مركب اسمه الإينولين، هو عديد سكر يحتوي على الفركتوز كمكون أساسي له، كمان مهم. إذا الكزبرة والهندبة بين إيدينا موجودين، حبة البركة، هي نحن عم نحكي عن اشياء ما رحنا برات البيت، يعني نحن اليوم كله متوفر بالبيت وفينا نستخدمه. اليوم هدول المركبات امنه ومهمه ومفيده وتساعد على تخفيض نسبه السكر في الدم. من المركبات الاخرى المفيده هو نبات يمكن نستغرب، الفصه او البرسيم. نحن اليوم بنفترضه انه هذا الغذاء هو غذاء للحيوانات ما له للبشر، بالعكس هو اليوم هذا المركب اسمه الفا الفا. عالميا اليوم هذا المركب اصبح من المركبات الاساسيه التي يمكن ان تساعد في موضوع ضبط سكر الدم، مهم جدا، له تاثيرات مهمه في هذا الاتجاه، ويمكن ناخذه كمسحوق، يمكن ناخذ منه منقوع بالطريقه اللي نحن عاوزين نستخدم منها هذا النبات. في عندنا نبات ايضا، نباتات البحر طبعا اجمالا كلها مفيده، بس من ضمنها في نبات اسمه الفوكس البحري، بلاقي اليوم في نباتات بيستخدموها كسلطه، بيستخدموها يعني هي من ضمن الطحالب البحريه، فهذا مركب مهم جدا كمان، بيحتوي على الالجينيك اسيد ويساعد في تخفيض نسبه السكر في الدم. سواء البسيليوم او الفوكس موجودين حتى بالصيدليه بشكل ادويه، يعني ممكن اللي ما حابب يحضر ياخذهم كداعمات متممات غذائيه موجوده بالصيدليه، الفوكس البحري والبسيليوم، نبات البسيليوم مهمين جدا هذول يعني دعم الحميات الغذائيه، وبالتالي بنساعد بتخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم. طيب دكتور، خلينا قبل ما ننتقل لشيء ثاني نذكر انه السمسم، حبة البركة، حبة البركة، الهندبة، والكزبرة، والكزبرة والشوفان، والشوفان والفصة أيضا، والفصة تمام، هدول المتوفرين بين إيدينا، هدول متوفرين. طيب، وأهم خمس نباتات في العالم لا موضوع ضبط نسبة السكر في الدم. طيب هدول الخمس شغلات اللي هن دائما موجودين بالمطبخ السوري، كيف فينا ناخذهم؟ إن كان يعني كيف الطريقة الصح؟ صبح مساء ولا يعني قبل ما نقيس السكري ولا بعد؟ وزيادة الجرعات منهم هي بتأدي لمشكلة مثلا هبوط السكر؟ سؤال مهم جدا. أول شيء نحن بدنا ننتبه، إذا أنا مصاب عم بستخدم دواء لازم انتبه على إنه ما آخذ هي الأعشاب بنفس الوقت اللي عم باخذ فيه خافض السكر،
لازم يكون في تباعد بالزمان لحتى ما يصير في عندنا تآزر وبالتالي ينخفض نسبة السكر بشكل مفاجئ. الأمر الثاني فيني استخدمون ما يتعلق بالكزبرة والهندبي، فيني استخدمون سواء كسلطة أو استخدمون كمسحوق، أنه أنا بسحقهم وباخذهم مع الطبخ، أو باخذهم أنا كمنقوع بحضر منهم مي بشربة، أو بقدر بستخدمهم إذا موجودين ضمن متممات غذائية، شايات بالصيدلية، كبسول كمان فيني استخدمهم. ما يتعلق بحبة البركة لازم تنطحن، لأنه الحبة السوداء غلافها كتيم، إذا أخذته مثل ما هو ما رح استفيد شيء، لازم تنطحن. والمفاهيم المغلوطة حول استخدام بعض المركبات اللي هي ممكن تكون لها تأثيرات سامة لازم نبتعد عنها. يعني مثلا نحن البعض بيقول لك الحنظل، البعض بيقول لك هذا كلياته، ما ندير بالنا اي شيء، بيقول لك اي شيء مر يمكن ينفع، هذا الكلام صحيح. في عندنا يعني نباتات الراوند هو من النباتات المرة وبتساعد تخفيض سكر الدم، الحلبة النباتات المرة تساعد تخفيض سكر الدم، ولكن لازم ننتبه انه في بعض النباتات بتكون سامة، لازم ننتبه. مثلا الحنظل سام ما بيصير نستخدمه، الحلبة ممكن تكون لها دور مهم، الراوند له دور مهم، ولكن هي نباتات مرة. لذلك أنا لما طرحت شيء متوفر في البيت طعمه مقبول ممكن ندخله بحمياتنا الغذائية، هو موجود بالمطبخ السوري، لأنه بتصور ما في مطبخ بسوريا ما بيستخدم الكزبرة ضمن الأغذية، فلذلك خلينا نحن نعتمد عليها أكثر شوي. ممكن نحضر منها منقوع، ناخذ مقدار ملعقة لكوب ماء كبير، نحضر المي الساخنة نغطيها 10 دقائق بعد ما نحط فيها الأعشاب، وبعدين لا اللي عم نحكي نحن على الكزبرة والهندبة. ما حبيت الدواء عم قول؟ في فرق، في مسافة، لازم يكون في وقت اقل شيء اما قبل الاستخدام هذا بساعة ونص او بعده بساعة ونص، يعني لازم يكون عندي مسافة بين مسافة امان لحتى ما يكون في عندنا تآزر، تمام. ولازم ننتبه حتى البسيليوم والفوكس اذا اخذناهم بنفس التوقيت ممكن يساعدوا عنا على تخفيض نسبة السكر بشكل كبير. وبنرجع بنقول شغلة كثير مهمة، اليوم غير المشخص عندهم وبلشوا يشعروا باعراض معينة اللي نحن بنحكي عن سلو السكري، هو الجوع والتبول المتكرر والعطش، فلازم هن اي شخص بيصير في عنده هيك حكاية لازم يروح يحلل ويتأكد لحتى يعرف يضبط نظامه الغذائي. اذا رقم واحد ضبط النظام الغذائي، تقليل السكريات، بنسميها السكريات السيئة، تمام. اللي هي قرينة تحليتها مرتفعة، تمام، وخاصة هي اللي سهلة الهضم واللي بنستخدمها بالحلويات، بالكيك، بتحضير الشوكولا، هي السكريات سكريات سيئة. اما السكريات الجيده هي السكريات اللي هي معقده بتحتاج الى هضم وبكون مكوناتها الاساسيه معتمده على الفركتوز مثل ما ذكرنا الموجود بمثلا الهندبه، فهي سكريات او بالقشور بالالياف، تمام. مهمه جدا ومفيده وممكن الاستفاده منها، تمام. طبعا مريض السكري ما بس بيكون عنده مشكله السكر، ارتفاع السكر في الدم، ممكن يظهر عنده مشاكل ثانيه. يعني مثلا احنا ممكن يصير في عندنا مشاكل العلاقه بالترويه الدمويه، فبنلاحظ انه بصير في عنده اعتلال اعصاب مرافق للمريض السكري اللي هي عنده مرض سكر قديم. شو ممكن ياخذ؟ ممكن ياخذ نبات اسمه جينكو بيلوبا، متوفر في الدواء في الصيدليات كدواء، هذا داعم لمرضى السكري بشكل كثير كبير وممكن المتابعه من خلال الاطباء لاستخدامه. من النباتات السوريه عندنا اكليل الجبل، اكليل الجبل مهم جدا، نحن ممكن نستخدم، في كثير ناس بيستخدموه مع المته، بيستخدموه بالشايات، بيستخدموه بالطبخ، بيستخدموا اكليل الجبل، مهم جدا ممكن الاستفاده منه ودعم استخدام اكليل الجبل ليعمل زياده في او تنشيط للترويه الدمويه عند مريض السكري بشكل مهم جدا، وخاصه الاشخاص اللي عم بيصير في عندهم مشاكل اعتلال اعصاب محيطي. ممكن نحن نركز بشكل اساسي على جنين القمح، مهم جدا للاعصاب، للفيتامينات، تعويض فيتامينات بي عند الاشخاص اللي بيكون في عندهم مشكله سكريه قديمه وبلشت تظهر عندهم اعراض، فجنين القمح او القمح المبرعم اللي ممكن نحن نحضره بالبيت كمان بيعطي نتائج مهمه جدا. ممكن استخدام مثل ما قلنا الشوفان، كمان هو مصدر مهم بالفيتامينات اللي نحن لازم نعوض فيها هدول الاشخاص. نعم. كسؤال اخير دكتور، قد ايه بتفضل يكون يمكن كل هي المواد اللي نحن حكيناها ان كانت منقوعه بتفضلها او تكون يمكن مطبوخه، مثل ما قلنا الكزبره ممكن تنحط بالاكل وكثير من الاكلات، لكن بيقولوا انه يمكن بعض النباتات بتفقد جزء من فائدتها بحاله الغلي او حاله الطبخ، هل هذا الشيء صح؟ صحيح الكلام، اي نبات يحتوي على زيت عطري تمام. لازم ما ينطبخ، تمام. لازم نحصل على زيت العطري بالتحضير كمنقوع، تمام.
ولكن نحن اليوم اذا عم ناخده بهذا الشكل وحبينا ناخده كمان كداعم بالغذاء ما في مانع، لانه من المركبات الحقيقه له دور مهم جدا، ومو بس الفائده بالزيت العطري الطيار، في فوائد بمركبات اخرى موجوده ضمن النبات. تمام. مريض السكري ايضا ممكن يعاني من مشاكل بالنسبه للرجال، مشاكل ضعف جنسي، فممكن ياخذ نبات الجينسينج او نبات الابيميديوم اللي هن متوفرين بالصيدليات كداعم لهذا الموضوع. نرجع بنقول شغله كثير مهمه، هو مرض يمكننا التغلب عليه، التعايش معه، والوصول لحاله من ضبط نسبه السكر في الدم. عم نحكي بالنسبه لمرضى السكري من النمط الثاني اللي هن غير المعتمد على الانسولين، او بنسميه السكري الكهلي، الكهلي اللي بيكون بمراحل متقدمه من العمر، واللي بيعتمد بشكل رئيسي تدبيره على النظام الغذائي صحيح لحتى نوصل لعمليه ضبط. وهون بيكون الطب البديل او الطب التكميلي هو داعم في المعالجه، ومهم جدا لحتى يعطينا نتائج. وفي ضبط وتوازن السكر. تماما. دكتور بالختام، اذا صار عندنا ارتفاع مفاجئ لمريض سكري، نحن لوين نلجا؟ كيف بدنا نعطيه كزبره ولا شو نعطيه؟ شيء يعني اسعافي. خلينا نقول شغله، نحن اليوم النباتات هي داعمه. داعم تمام. المريض اللي صار عنده مشكله مفاجئه، المراجعه الطبيه هي المهمه، لانه ممكن يكون في عنده مشاكل. ولكن كحاله اسعافيه دكتور. اسعافيه ممكن يكون في عنده مشكله بنقص انسولين، فهو مضطر ياخذ حسب حالته. يعني نحن اليوم بالشكل العام نحن عم نحكي عن الاشخاص اللي عندهم ديمومه بالموضوع وصاروا معتادين على القصه، لازم ياخذوا دعم من هذه النباتات. في بعض انخفاضات السكر الفمويه اللي ممكن تنعطى في حالات مشابهه مع بالتنسيق الطبي مع طبيب، مع يعني متابع حاله. لما بيصير في عنا بعض مرضى السكري بيروحوا بياكلوا وجبات سكريه وبياخذوا خافض السكر، هون في خطا. نحن اليوم عم نعمل مشكله، ما تفترضوا انه نسبه انه نحن بنرفع السكر بالاكل نرجع بنخفضه بالدواء. لا، نحن هذا الكلام له تاثيرات جانبيه غير قابله للعكس. هون بنقول هدول الاشخاص دخلوا حميات غذائيه تكون فيها الياف لتخففوا من استهلاككم للسكريات، وما نوصل لهذا البيك المفاجئ او الارتفاع المفاجئ اللي حضرتك حكيتي عنه. تمام، بدنا نقول لك شكرا كثير دكتور، كثير في اسئله اكيد بنجاوب عليها بحلقات ثانيه. بدنا نقول لك شكرا لك شكرا للمعلومات اللي قدمتها. نهارك حلو دكتور، ميرسي كثير لك.